هكذا أطلقت شركة أوبو هاتفها الجديد F1S الشهير بخبير السيلفي في القاهرة بمصر، ليكون متاحاً في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بما في ذلك الجزائر والمغرب ومصر. وأوضح أندي شي مدير العلامات التجارية لشركة أوبو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في القاهرة، أن الهاتف الجديد يتميز بكاميرا أمامية تضع أحدث التقنيات الخاصة بكاميرا الموبايل، بما يضمن للمستخدمين التقاط كل لحظة وكل لقطة بأوضح التفاصيل حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. ويأتي الهاتف F1S بكاميرا أمامية دقتها 16 ميجا بيكسل وكاميرا خلفية دقتها 13 ميجا بيكسل، كلاهما يهدف إلى الإتاحة لمستخدمي F1S بالتقاط صور واضحة مليئة بالتفاصيل الدقيقة في جميع حالات الإضاءة. وبالإضافة إلى مميزات الكاميرا الخاصة به، فقد تم تجهيز هاتف F1S بخاصية قراءة بصمة الأصابع، كما يضع بطارية قوية، بالإضافة إلى سعة التخزين الداخلية. وبحضور الصحفي وممثل الصحافة الجزائرية، استطاع هاتف F1S أن يتيح لهم الاستخدام والتعرف على خبراته خصوصاً في السيلفي.